نهني الشعب العراقي بالفوز وفوز منتخبنا العراقي وهذه الاحتفالات الجميلة في مدينة الموصل ونهني أيضا الشعوب العربية الشعب السعودية أيضا وإن شاء الله لهم في المرة القادمة. تحياتي للشعب العراقي وخذنا الفوز إن شاء الله راح ناخذ كأس العالم إن شاء الله متونسين بهاي الأجواء وتونيس إن شاء الله. الفرحة الكبيرة من المنتخب العراقي وعلى الفوز على المنتخب السعودي في 2-0 وفرحة كبيرة ونشكر وأحب أشكر عدنان درجال على هذا التنظيم الرائع والاحتفال الجيد في البصرة.